السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناة البيت مع لولو. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتي، ياريت تدوسوا على السبسكرايب وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة زي ما عودتكم إن أنا بحب كل فترة كده أجيب حاجة مختلفة، أكلة مختلفة على سبيل التغيير. النهاردة إن شاء الله جاي أقدم لكم رز على الطريقة الصينية، تشاينيز فود. ده بيتعمل بالبيض بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة وبالصويا صوص. يلا بينا ندخل على مقادير الوصفة. كل اللي انا هعمله ان انا هحضر معايا هنا حلة واحط فيها رز، مقدار الرز العادي زي كأني بسلق، كأني يعني بسوي رز عادي. انا هنا حطيت كوبايتين رز وهبدأ ان انا اشوحهم في شوية زيت، زيت من الزبدة، واحط عليه معيار المية، وهبدأ احط الملح بتاعه، اظبط الملح بتاعه وهغطيه واسيبه يستوي بطريقة التسوية بتاعت الرز العادية اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها كلنا. وهنا هجيب معاكم 3 بيضات وهحط عليهم الملح بتاعي والفلفل الاسود، وهبدأ اضربهم بالشوكة. تضربيهم بسرعة خالص او بأي مضرب عندك، زي ما كأني كده بعمل بيض اومليت يعني. هنا دي طاسة على النار هحط فيها شوية زيت، وهنزل عليها بالبيض. وزي ما انتم شايفين كده ببدأ اضربه بالمضرب، زي ما يعني تفضلي كده تضربي فيه شوية بالمضرب مع قرب السوا، تروحي ضربه تاني لحد ما يبقى معاكي عامل الشكل ده. وهنا هجيب حل على النار او طاسة على النار، وهبدأ ان هنا هخش على الطريقة التانية اللي انا عايزة اعملها، وده الجمبري. بحط عليه شوية نشا وهبدا اقلبه كله في النشا كده. ليه بحط له النشا؟ علشان النشا بيديله من بره طبقه، يعني طبقه كده بتكون لونها حلو، وبيبقى اللي هو ما بيبقاش مستوي قوي. انت عارفين طبعا ان الجمبري لما بيتحط فتره طويله جدا على النار بيبدا يبوظ، تحسي كده ان هو بيشد كده، كانك يعني كان في جلده بتاكليها. لكن لما بتحطي له شويه النشا دول، ده بيديله اللون اللي انت عايزاه من بره، وفي نفس الوقت بيكون مستواش جدا زي ما احنا متعودين يعني. هنا بتحطيه وبعد كده بتبداي تقلبيه على الجنبين. ده نوع تاني شريمب كان عندي، فهبدا ان انا اخده وهبدا برضو اشوحه. بصوا انا متبلاه بنشا وحبه ملح وحبه فلفل اسود علشان بس انكهه كده ويديني طعم. خدوا بالكم انا مستخدمتش خالص الزبده، انا بستخدم زيت بس فقط، وبحاول استخدم على قد ما بقدر زيت بكميه قليله. في نفس الطاسة اللي أنا عملت فيها الجمبري، هي نفس الطاسة هستخدمها، وهحط فيها شوية زيت وهبدأ أشوح فيهم بصلاية صغيرة مقطعاها شرايح، ومعاها جزرة مبشورة، ومعاها شوية بزلة، يعني مش عارفة دول نص كوباية أو كوباية. طبعا الحاجات اللي موجودة دي حسب اختيارك، يعني حابة تكتريها شوية كتريها، حابة تقلليها، كل الحاجات دي من اختياراتكم. ومعاها شوية ذرة، الذرة طبعا بتديها طعم جميل جدا وبتخليها شوية مسكرة، بتخلي الرز مسكر والخضار اللي جواه مسكر. ودي صويا صوص،
انا استخدمت الصويا صوص التقيل، حطيت منه معلقة بس صغيرة، اغير بس بيه شكل الخضار. هنا الرز بعد ما سويته تسويت الرز العادية بتاعتنا خالص، هاخده كده بالحلة وهبدأ ان انا احطه على الخضار اللي عندي وعليهم الجمبري. كل الحاجات اللي احنا عملناها هخلطها كلها مع بعض. شايفين شكله عامل ازاي؟ لسه كمان لما هزود له الصويا صوص دي، بهارات بتاعة الفرايد رايس، بتبقى بهارات موجودة في أي سوبر ماركت. لو ما عندكيش بتقدري تستخدمي يعني ملح مثلا والفلفل الأسود، بهاراتنا العادية، بس طبعا ما بيتحطلهوش ولا زعتر ولا روزماري ولا أي حاجة علشان ما تغيريش طعم الصويا صوص فيه. وهنا حطيت الصويا صوص، حطيت عليها معلقة كمان. خدوا بالكم الصويا صوص شوية بتحدق الأكل، يعني ما تخليش ملح الأكل زايد قوي غير لما تجربي الصويا صوص الأول. وهبدأ ان انا اخلطه كلهم ببعض لحد ما الصويا صوص الرز يتشرب منها كلها. وده البيض اخر حاجة بتضاف، هو البيض، وتبدأي تقلبيه كله على بعض. مش عايزة اقول لكم وصفة خطيرة، وما شاء الله يعني طلع ريحته وطعمه وكل حاجة فيه. ما تتخدعوش بالبيض، ما تقوليش طعم البيض، طعم البيض مش باين فيه خالص. جربوا الوصفة دي وانا واثقة ان شاء الله انها تعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، تنسوش تتابعوني على بيج الفيسبوك البيت مع لولو، وعلى الانستجرام ولا احمد 961، حسب لكم الروابط تحت في صندوق الوصف. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في قناتي البيت مع لولو. باي باي.